على كل إن عندي سؤال بناء على سؤال أحد الإخوة من ناحية العزاء، فهذا قائم عندنا الله المستعان في المنطقة هناك التجمع لمدة 3 أيام، ولكن السؤال هل يعني يعمل لهم طعام خاصة إذا كان ميت قريب أو جار، فيجب يعني صنع طعام كمساعدة أو كصلة، فهل نصنع هذا الطعام لهم ونأكل معهم أو لا؟ والله لا تصنع. أيوة، إذا فعلت هذا أنتم على ما هم عليه، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم، بين الرسول العلة، ما في دليل لهؤلاء المبتدعين، هؤلاء ما أتاهم شيء يشغلهم، بل اشتغلوا بصف الكراسي ووضع اللمبات وما أشبه ذلك، فكيف نحمل اللفظ على عمومه مع بيان علته؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم. ولذلك لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل من مات له ميت صنع له طعام، إنما يصنع لمن يشتغل بحزنه عن صنع طعامه. نعم.